أرين. باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. إذا احتلمت المرأة فإنها تغتسل، لكن بشرط إذا رأت الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء هنا للعهد، العهد الذهني، يعني الماء المعروف الذي يوجب الغسل وليس كل ماء. ولهذا نقول إذا احتلم المرأة أو الرجل أيضا فوجد بلدا، فإما أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل ولا يلزمه غسل، وإما أن يتيقن أنه مذي فيغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل، وإنما يغسل الذكر والأنثيين. وإما أن يتردد، ما يتردد لا يدري أمني هو أم مذي، فماذا يصنع؟ هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل بقاء الطهارة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يكون عنده شيء يشكل عليه فخرج منه صوت أو ريح فيقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يجب عليه الغسل. لكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نعم، كيف يجب أن يغسل ما أصابه؟ نعم، نقول ما دام حكمنا بأنه ليس بمني فهو مذي فيغسل ما أصابه. وبعض العلماء فصل قال إن سبق نومه ملاعبة أو ما أشبه ذلك فما حصل فهو مذي، لأن المذي هو الذي ينزل بعد فتور الشهوة، وإن لم يسبق نومه ذلك فإنه يغتسل يجب عليه الغسل. وأوجب عليه بعض العلماء الغسل وأوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه احتياطا، لكن الذي يظهر لي أنه لازم الغسل، لأن الأصل إيش؟ عدم وجوبه، لكن يغسل ما أصاب، لأنه إذا انتفى أن يكون منيا لازم أن يكون إما بولا وإما مذيا. طيب فإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما، وهذا يقع كثيرا، فعلى التفصيل السابق إن تيقنه منيا وجب عليه الغسل، وإن تيقنه مذيا وجب عليه غسله وغسل ما أصابه، أو نعم غسله وغسل ذكر الأنثيين، وإن شك لم نوجب عليه الغسل. وفي هذا الحديث دليل على حسن أدب أم سليم رضي الله عنها، لأنها لما أرادت أن تسأل عن أمر يستحي منه قدمت مقدمة تستلزم أن تعذر، فقالت إن الله لا يستحي من الحق. وفي هذا أيضا إثبات الحياء لله عز وجل. كما جاء في القرآن إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وهذه أيضا أم سليم تقولها أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينكر عليها. ولكن إذا قال قائل الاستحياء هنا منفي،
لكن فالجواب أن نقول هو منفي عن الاستحياء عن الحق، وضده الباطل يثبت به، وقد جاء مصرحا به إثباتا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ثم القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل وصف أثبته الله لنفسه فهو ثابت ولا يحتاج إلى تأويل. ثم نسأل: هل الحياء من الأخلاق الفاضلة أو من الأخلاق المذمومة؟ لا، فيه تفصيل: إن منعك من الحق فهو مذموم، وإن لم يمنعك فهو محمود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، أو قال: شعبة من الإيمان. الفرج هذا سدوها إذا كان ما لا أحد، لما لها أحد. أقول أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن حوض النبي مدور. نعم. مع أن المدور ليس له طول وليس له عرض. نعم. وإنما يعني الذي يناسب الطول والعرض هو إما المربع أو المستطيل. نعم. فما الجواب؟ أجابه بارك الله فيك، قال: إن قول رسول طوله شهر وعرضه شهر يشمل جميع الجهات، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان مدورا، لأن المربع الزوايا تزيد على المسطح. هو واضح؟ إيه، ما شاء الله، أنتم عاد هندسيون. الآن أمامكم مربع، الزوايا الزاوية الغربية والشرقية أطول من المسطح ولا لا؟ إذن يلزم أن تكون زواياه أكثر من شهر، لكن إذا كان طول الشهر وعرض الشهر من جميع الجوانب لازم أن يكون مدورا. هنا يعني سواء قطع من يمين ومن يسار أو من كل جانب، فطوله شهر وعرضه شهر. نعم. هنا لا، لازم ما دام الرسول أضافه إلى الجميع، طوله شهر وعرضه شهر، فهذا يكون مدور. وقد نص على هذا أهل العلم، يعني ما هو شيء جبته من أخواتي، لكن مع ذلك أنا كنت بالأول كنت أظنه مربع، وأن طول الشهر وعرض الشهر يعني مربع كالكعبة مثلا بناء المربع، لكن رأيتهم تكلموا على هذا وقالوا إنه مدور، وعللوا ذلك بهذا مكعب. أي يكون أطول لا شك. نعم. لا، هو الرسول ما قال مربع، قال طوله شهر وعرضه شهر، وأنت إذا أردت أن تقيس الطول من كل جانب من طول الشهر وعرض الشهر لازم أن يكون مدورا. هو دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسافات بالشهر، وقال أهل العلم إنه باعتبار سير الإبل المحملة. ما في أسئلة، ما في أسئلة، ما في أسئلة هذه، لكن ما في كيف يكون مسألة السؤال. ما رأيت أنا أفهمه بالأول أنه مربع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد
قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. في الحديث السابق كنا نتكلم عن استحياء الله تعالى سبحانه وتعالى عن استحياء الله، وقلنا إن استحياء الله ثابت في القرآن وبالسنة، وأنه لا يتضمن نقصا بل هو من كماله، من كماله عز وجل أن يستحي عن الأشياء التي لا تليق، ومن كماله سبحانه وتعالى أن لا يستحي من الحق. وتكلمنا أيضا عن حسن أدب أم سليم، لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يخجل منه، ولكنها سألت لا نعم قدمت تمهيدا لقوله إن الله لا يستحي من الحق. وقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولهذا لا ينبغي أن تستحي أبدا من العلم. بعض الناس استحي أن يسأل، يقول أخشى أن يكون الأمر واضحا ثم يقولون ما أغفل هذا وما أبلد ذهنه وما أشبه ذلك ثم يسكت، ولا يدري لعل هذا الذي يظنه واضحا مشكل على كثير من الطلبة، وهذا غلط. وبعض الناس بالعكس يسأل عن شيء يعلمه لكن يظن أن غيره يشكل عليه ثم يسأل لأجل أن يبين للغير، وهذا أحسن حال من الأول. وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وجعل يقول صدقت، قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، وفي النهاية قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فلا تستحي، اسأل. نعم بعض الناس يقول أسأل أخاف يكون هذا السؤال مضحكا، نقول إذا كان مضحكا فأدخل السرور على إخوان. نعم خلنا نضحكم بعض الوقت ما في مانع، إذا كان هذا لا يؤثر عليهم في علمهم وفي أخلاقهم. وفي أيضا في الحديث السابق أنه لا يكفي الظن بأنه يوجب الغسل لقوله إذا هي رأت الماء، فأما مجرد الظن فإنه لا يعمل به. وهذه مسألة قد تكون مما خرج عن الأصل. الأصل أن الظن يقوم مقام اليقين عند تعذره، لكن هنا لا، في باب النجاسات عند الشك هل حصلت النجاسة أو لا، هل حصل حدث أو لا، لا تلتفت للظن حتى لو غلب على ظنك فلا تلتفت له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بإيش؟ باليقين، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إذا رأت الماء. أتدرون لماذا؟ لأنه لو أحيل هذا الحكم على غلبة الظن لصار الآن يعمل بغلبة الظن وغدا بالشك وبعد غد بالوهم، والتبس على الإنسان أمر دين. لهذا كان من حكمة الشرع أن مثل هذا لا يمكن أن يحكم إلا باليقين فقط. أما قول المؤلف باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس فهذا صحيح، عرق الجنب طاهر، وعرق من ليس عليه جنابة طاهر. نعم من باب أول. إذن عرق المسلم طاهر سواء كان عليه جنابة أم لم يكن. قال وأن المسلم لا ينجس. نعم المسلم لا ينجس، مفهومه أن الكافر لا ينجس، لكن أنتم تعلمون أن المفهوم يصدق بمسألة واحدة،
وذلك لأن قوله إن المسلم لا ينجس يعني لا ينجس نجاسة حسية ولا معنوية، الكافر ينجس نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. ويكفي أو يصدق المفهوم بصورة واحدة، فإذا كان الكافر ينجس ولو من الجهة المعنوية كفى في إعمال المفهوم. ولذلك نقول الكافر لا ينجس نجاسة حسية وينجس نجاسة معنوية. والدليل على ذلك أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن الرجل إذا جامع زوجته سوف إيش؟ سوف يلامس منها ما يكون نجسا لو كانت نجسة. وأباح وأجمع المسلمون فيما أعلم على استخدام أهل الكتاب، بل وعلى استخدام المجوس. وأبو لؤلؤة غلام لمن؟ للمغيرة بن شعبة يستخدمه. وهذا يدل على أن المسلمين كلهم يرون أن بدن الكافر طاهر، وإن قدر أن فيه خلافا فهو خلاف شاذ، فبدن الكافر طاهر. فإذا قال قائل كيف يكون طاهرا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم لا ينجس، الجواب لا ينجس إيش؟ نجاسة حسية ومعنوية. مفهومها أن الكافر ينجس، أي النجستين؟ النجاسة المعنوية. وبذلك لا يرد علينا إشكال. وأهم شيء في هذه المسألة يا أخوان هو النجاسة المعنوية، لأن المؤمن ينجس نجاسة حسية، لو أصابته النجاسة لوجب عليه أن يتطهر منها، لكن النجاسة الحسية المعنوية لا يمكن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه انخنس حين لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد طرق المدينة. خنس يعني ذهب بخفية، ومنه قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، لأنه ينخنس يذهب بخفية مختفيا، وكأنه والله أعلم يؤثر عليه الذكر، لأن المراد بالخناس من الشياطين التي تخنس إلى ذكر الله. وفي هذا الحديث دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وأدلة ذلك أكثر من أن تذكر. وفي أيضا دليل على شدة احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه التسبيح عند ذكر ما يتعجب الإنسان منه، رحمك الله، استحسانا أو استغرابا، اللي معنى استحسانا أو استغرابا، هذا استغرابا سبحان الله، يعني تنزيها لله عز وجل عن كل نقص وعيب، وتنزيها له عن أن يكون المسلم نجسا. وفيه أن من عليه جنابة لا بأس أن يجالس من ليس عليه جنابة، وهو كذلك. فالأبلغ من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض يتلو القرآن. نعم. كيف؟ لا هذا تخرص ولا دليل عليه، انما انخنس احتراما، ولهذا قال كرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره، ما قال كرهت ان ينزل عليك الوحي وانا الى جنبك على غير طهاره. الأهم نعم مين الأهم؟ لا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه نجاسته نجاسة حسية تحتاج إلى وضوء إلى غسل، وليست هي نجاسة الأذى والغضب، لا، لأن غير المتوضي يسمى نجسا، ومن أصابته نجاسة يسمى هجسا أيضا بمعنى متنجس.
نعم. على ايش؟ ما تقول؟ يقول هل يتنافى وضع المصحف على الحجر وهو يتلو القرآن، هل يتنافى مع الأدب؟ الجواب لا. نعم بعض الناس يجلس متربعا ثم يضع المصحف على قدمه، هذا ربما يقال إنه سوء أدب. نعم. باب الجنوب. باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. وهذا يدل على أنه يخرج ويمشي لأن نساءه كل واحدة في بيته. نعم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. يا أبا هر، يا أبا هريرة، كلاهما كنية لأبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن المصح، لكن كنية بأبي هريرة وأبي هر لأنه كان معه هريرة الصغيرة يضعها في كمه، وكأنها قد ألفته وألفها، كما يوجد من بعض الناس الآن، يوجد بعض الناس يألف الهرار والهرار تألفه، ويحدثونني أنها تنام تحت رجليه بجنسان في منامه، وأنه إذا أقبل إليها الصاروخ فيا ويله تخبطه بيدها حتى يموت، وإن أقبلت فأرة أو وزغ فكذلك، يعني حارس لا ينام. وهذا من آيات الله أن تكون هذه الهررة تألف هذا الجسم. ولكن ليس هذا غريب، كثير من البهائم تألف صاحبها إلفة بالغة، وهذا الحديث كما سبق يدل على أن الإنسان الجنوب يجوز أن يتجول في الأسواق. وأما قول عطاء رحمه الله يحتجم الجنوب، فكأنه أراد أن يبين أن الحجامة حال الجنابة لا تؤثر ولا تضر، لا يقال لعل الجنوب قد ثار دمه عند الجنابة ولم يأتي ما يسكنه من الغسل، فيخشى إذا احتجم أن ينزف الدم، بل يقال إن هذا لا بأس به. وحينئذ نسأل: هل الحجامة السنة أو هي دواء؟ الثاني، لا شك أنها الثاني، وأنها ليست من السنن المطلوبة حتى نقول للناس احتجموا، بل نقول من احتاج إليها فهي سنة تداوى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل لي إن الإنسان إذا اعتادها فإنه إذا جاء وقت حجامته يهيج به الدم ويتأثر حتى يحتجم، وأما من لم يعتدها فلا يضره فقدها. شوف الترجمة لعل في ذلك خلاف. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق. قوله وغيره وغيره أي بالجر وغير السوق، ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى.
قوله وقال عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد ويطلى ويطلي أو ويطلى بالنورة. ابن حجر رحمه الله يقول عطف على يخرج من حيث المعنى. ما تقولون في هذا الإعراب؟ خلاص لستم من ذرية الكسائل ولا سيبوي. هذا اسم وهذا فعل. ها؟ هذا فعل يخرج. كيف يعطف عليه غيره؟ هو قد نقول الجملة في محل رفع. هو لو قال عطفا على الضمير المستتر في يخرج لكان له وجه. أو قال عطفا على الجنوب يعني باب الجنوب وغير الجنوب يخرج لكان له وجه. أما عطفا على الفعل سبحان الله. لكن نحمل كلامه على أنه عطف على الفعل يعني على الضمير المستتر في الفعل. نعم أكمل كرام. وقال كم قوله حدثنا سعيد. لا وقال عطاء. وقال عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد ويطلى بالنورة أو ويطلى يطلي ويطلي بالنورة. ولعل هذه الأفعال هي المرادة بقوله وغيره بالرفع في الترجمة. قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة كذا لهم إلا الأصيلية فقال شعبة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيلي وكريمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ما تكلم عن الترجمة العين تقول نعم كيف نعم هنا طيب قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيل وكريمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد. وإراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر لأن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي. وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل. وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا يستحب له الوضوء. وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به. على كل حال لا شك أن الأفضل للجنوب أن يبادر إما بالغسل وإما بالوضوء. والغسل أفضل لأنه أسرع في إعادة نشاط البدن إليه من الناحية الصحية. ولأنه إذا تطهر تمكنت الملائكة من القرب منه والملائكة لا تقرب الجنوب حتى يغتسل. وهذه فائدة مهمة. فالأولى بالإنسان إذا أصابته جنابة أن يبادر بالاغتسال. نعم. في كلام شيخنا ذكر في كلام عن الحديث الثاني في قوله باب كينونة الجنب في البيت أي استقراره فيه. وكينونة مصدر كان يكون كونا وكينونة. ولم يجي على هذا إلا أحرف معدودة مثل ديمومة من دام. قوله إذا توضأ زاد أبو الوقت وكريمة قبل أن يغتسل. وسقط الجميع من رواية المستنبي والحموي. قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. رواه أبو داود وغيره. وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول. ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول، لكن وثقه العلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله. قال ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن. قال النووي وفي الكلب نظر. ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة، لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره. قوله حدثنا هشام هو البستوائي، وشيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير، وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة. ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر، أخرجه النسائي. قوله نعم ويتوضأ ومعطوف على ما سد لفظ نعم مسد، أي يرقد ويتوضأ، والواو لا تقتضي الترتيب، فالمعنى يتوضأ ثم يرقد. ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وهذا السياق أوضح في المراد. وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة غسل الفرج. وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب ويتوضأ وضوءه للصلاة. وللإسماعيلي من وجه آخر عن هشام النحو، وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. هذا مرة كلام عليه، وبينا أنه إذا كان على الإنسان جنابة فالأفضل أن يغتسل، فإن لم يتيسر له فليتوضأ، فإن لم يتيسر فلا حرج أن ينام وهو جنب، ولكنه يكره أن ينام على جنابة إلا من عذر. وقيل لا يكره، لأنه قد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام يعني على جنابة ولم يمس ماء. ولا شك أن الوضوء أفضل لأجل أن ينام على إحدى الطهارتين. وقولها نعم يعني يرقد وهو جنب ويتوضأ، هذه جملة استدراكية كأنها قالت ولكنه يتوضأ يعني قبل أن ينام. نعم. باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. قوله إذا توضأ فليرقد، اللام هنا لام الأمر، لكنه لا يراد بها الأمر لأنها جواب عن استئذان، والجواب عن استئذان يكون الأمر فيه للإباحة والإذن، كما تقول للرجل إذا قرأ عليك الباب تقول إيش ادخل، هذا ليس أمرا، ولهذا لو انصرف لم يعد عاصيا لك. فالأمر إذا وقع بعد الاستئذان فهو للإباحة، لأن المستأذن يقول هل تبيح لي أن أفعل كذا، فإذا قال افعل فمعناه أنني آذن لك. فقوله فليرقد ليس معناه أن الإنسان يؤمر
إذا كان عليه جنابة أن يتوضأ ثم ينام، لكن معناه أنه إذا توضأ وعليه جنابة فله أن ينام. وظاهر هذا الحديث أنه يجب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام، وقد قال به بعض العلماء، ولكن يعكر عليه ما ذكرت لكم بالرواية مسلم أنه كان ينام عليه الصلاة والسلام من غير أن يمس ماء. نعم. ها؟ من إيش؟ من إتيان؟ إيش إتيان؟ نعم. هو الظاهر، لأنه لولا أنه خفف عنه من الجنابة لم يكن لوضوئه فائدة. ثم إن الحديث الذي مر علينا أمس أن الملائكة لا تصعب رقة فيها جنوب معهم جنوب فيها جنوب أو كلب، هذا أولا فيه خلاف في تصريحها أو تحسينه، والثاني أن الإنسان إذا توضأ فإنه لا يكون جنوبا على الإطلاق، بل إن جنابته تخف. نعم. شراب والله هو الظاهر من هذه من المصورات، لأن بعض الناس إذا انتبه وقام وتوضأ ما عاد يجيه النوم، فهذه حاجة. نعم. نعم. هو ذكر في البلوغ أنه معلول، لكن بعضهم قال ليس بعد. نعم. هذا اللي حصل. هذا اللي حصل. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قوله وتوضأ للصلاة يعني كما يتوضأ للصلاة، وإلا فلن يصلي بمجرد الوضوء إذا كان عليه جنابة، فالمعنى توضأ وضوءه للصلاة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثني أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن عن الحسن عن أبي هريرة عن أبي رافع موجود شوف الشارح لمعنى نعم الشارح طيب صح عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. قول باب إذا التقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة، وذلك أن الرجل والمرأة كلاهما يختتن، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الختان،
بالنسبة للرجل والمرأة. فقال بعض أهل العلم إنه واجب على الرجال والنساء، وقال آخرون إنه ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء، وتوسط قوم فقالوا إنه واجب على الرجال مستحب في حق النساء، وذلك لأن الرجل له قلفة وهي الجلدة المغطية للحشفة، هذه القلفة إذا لم تقطع فإن البول يحتقن بينها وبين الحشفة فيحصل التلوث، وربما يحصل المرض من جراء احتقان البول بين الحشفة والقلفة، فصار الختان في حق الرجل واجبا، أما المرأة فليس كذلك. ختان المرأة من أجل أن يخفف غلمتها، يعني من أجل أن يخفف قوة الشهوة حتى لا تنزلق وراءها. وعلى كل حال فيجب في حق الرجال والنساء أن لا يختنهم إلا من كان ذا خبرة وحذق، لأن المسألة خطيرة، ولا يجوز أن نكل الختان إلى كل واحد. ثم الختان ينبغي أن يكون في سن مبكرة. قال الفقهاء رحمهم الله يكون في اليوم السابع فما بعده، وكلما تقدم فهو أفضل وأحسن، وذلك لأن الصغير يتألم من الختان تألما حسيا لا قلبيا، والكبير يتألم تألما حسيا وقلبيا فيتأخر البر بخلاف الصغير. وقولي إنه يتأخر البر لأنه من المشاهد المعلوم أن الإنسان إذا انصرف بنفسه إلى الجرح الذي فيه فإنه يتألم، وإذا غفل عنه فإنه لا يحس به، وهذا شيء مشاهد في كل أحد. فالكبير إذا ختن سوف يكون قلبه متألما، وسوف يكون جسمه متألما، فيجتمع عليه الألمان. أما الصغير فإنه لا يتألم إلا تألما جسديا فقط، ولهذا قال العلماء ينبغي أن يبادر، إلا أنهم كرهوا أن يكون في اليوم فيما قبل اليوم السابع، كرهوا أن يكون فيما قبل اليوم السابع، قالوا لأنه يخشى على الطفل. وإذا كانت هذه العلة فإنه في عهدنا الآن لا يخشى عليه فتنتفي الكراهة، ما دامت المسألة معللة بعلة انتفت فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما المرأة أما الأنثى فإنه لا يجب ختانها، ولكن ختانها أفضل، ويجب أن يكون من امرأة حاذقة، فإن لم توجد امرأة فمن رجل ولا بأس، لأن الطفل الصغير ليس لعورته حكم. فإذا التقى فما معنى التقاء الختانين؟ ختان الذكر منتهى أول الحشفة مما يلي القضية، وختان المرأة ختانها أيضا داخل الفرج، لأن يعني تقطع اللحمة أو الجلدة التي تعلو الفرج على وجه معروف عند الخاتنات، فلا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بتغييب الحشفة. فإذا غيب الإنسان الحشفة في فرج الأنثى وجب الغسل. فسواء أنزل أم لم ينزل، وبهذا نعرف أن الغسل يجب بواحد من أمرين: إما الإنزال مطلقا حتى ولو كان بتفكير، وإما الإيلاج مطلقا سواء أنزل أم لم ينزل. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس بين شعبها الأربع، المراد بالشعب الأربع اليدان والرجلان، لأنها أي اليدان والرجلان الأربع
بمنزلة شعب الشجرة، وهو كناية عن جماعها. نعم. الخاتم إذا كان غير حاذق وإنما يجرد بالناس هذا ضامن بكل حال، وأما الحاذق فما كان بسبب الختام فلا شيء عليه، وإن كان خطأ فإنه ضامن. فهمين الفرق؟ إذا كان هذا الرجل ختن هذا الصبي ولم يتجاوز محل القطع، لكن يعني تضاعف معه الجرح حتى هلك، فإن الخاتم لا يضمن، لأنه ترتب على فعل مأذون، وما ترتب على فعل مأذون فهو غير مضمون. أما لو أخطأ فتجاوز القطع محل العادة فحينئذ يكون جنى خطأ، والجناية لا يغتفر فيها الخطأ من حيث الضمان. ولهذا لو قتل الإنسان رجلا خطأ وجبت عليه إيش الدية،